وصل الجنود إلى محافظة بويانغ مساء يوم السبت ولم يستريحوا حتى فجر يوم الأحد بعد التعامل مع الوضع الخطر طوال الليل. وشهد المراسل صباح يوم الاثنين في الموقع أن الجنود يعملون على مدار الساعة في تكديس الرمال والأحجار التي تساعد على تدعيم السدود، ولم يكن يبدو على وجوههم أي أثر للتعب. بعد أن جئت إلى هنا مع ارتداء حاجزي العسكري، شعرت بمسؤولية كبيرة، خاصة عندما رأيت السكان المحليين يصفقون للترحيب بنا، وأشعر بالفخر كوني جنديا. ينتمي هؤلاء الجنود إلى سرية مشاة المدرع الرابعة في لواء من مجموعة جيوش رقم 72 للقوات البرية، والتي شاركت في عملية مكافحة الفيضانات في عام 1998 وأعمال الإنقاذ إثر أعصار نيباراتاك في عام 2016 وفي مواجهة الفيضانات في بحيرة بويانغ هذه المرة. ولا يزال الجنود مليئين بالثقة والمعنويات العالية لإكمال المهمة.